الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله نحمده ونستعينه، لك الحمد ربي على جميع النعم ما يظهر منها وما يبطن. أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الإنسان وكرم الإنسان وشرف الإنسان وأعطى الإنسان ما يحتاج إليه في الدنيا من مسائل معيشته، من مسائل ترفيهه، من مسائل حتى أنه أعطاه في الحقيقة أعطاه كل ما يحتاج إليه لكي لمعرفته جل جلاله. الله جل جلاله خلق الإنسان في هذه الدنيا لكي يتعرف إليه، لكي يعرف، يتكلم ويتفكر في خالقه. لماذا جاء إلى هذه الدنيا؟ وماذا سيتحول من دنيا إلى أخرى؟ كي يتعرف إلى الله. ومن أفضل المسائل لمعرفة الله التدبر في آيات الله في القرآن، في التكلم عن القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى وما الله عليه اجتمع قوم وسلم. في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. يذكرون الله جل في عليائه جل جلاله، ومن ذكره الله يستحي أن يعذبه جل في علاه. فنتدبر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الطور، سورة الطور. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف مرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء. استغفر الله. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واغفر لنا سبحانك انك انت التواب الرحيم. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، عدل في حكمك، ماضيا في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك، آمين. أن تجعل القرآن